لجهودها ورسالتها الإعلامية ببناء المجتمع، كرمت قناة الفلوجة الفضائية عن طريق كرنفال صدى المشاهير الذي أقيم بنادي العلوية في العاصمة بغداد، ليفوز برنامج ظهري الذي تعده وتقدمه الإعلامية المتألقة مروى المظفر بجائزة أفضل برنامج أسبوعي. التكريم حتى يصل للمبدعين يمر بلجان فنية وإعلامية خاصة تدرس رحلة الإبداع لمروى المظفر من خلال برنامجها ظهري، ليكون التكريم ثمرة الجهود المتواصلة لأسرة برنامج ظهري بشكل خاص وقناة الفلوجة بشكل عام. أول شيء مبروك القناة الفلوجة ومبروك المروى المظفر زميلتي، برنامج ظهري أفضل برنامج في مهرجان صدى المشاهير. مبروك مروة، تستاهل، برنامج مميز وتخطى الملايين، وربي يوفقها وإن شاء الله تبدع بأكثر. الحضور عبروا عن سعادتهم بهكذا مهرجانات تدفعهم للعمل والإبداع والتميز في ظل غياب الدعم الحكومي للمبدعين العراقيين، مطالبين الحكومة العراقية بضرورة تكريم المبدعين على المستويات كافة. هذا يشجع على العطاء الأكثر ويشجع البقية على أن يقدموا العطاء. نتمنى أكثر من هذا المهرجان على عدة أصعدة، تكون مهرجانات يعني يكرمون فنانين بقية آخرين. المهرجان تجربة جيدة جدا وناجحة، وهي إعلام للفنانين والإعلاميين، وإن شاء الله كل سنة تنعاد علينا، وهي مشجعة للفن والإعلاميين، وأتمنى لهم كل التوفيق. بدورته الأولى كرنفال صدى المشاهير جاء مختلف، البداية بتسمية الدورة باسم الفنانة القديرة فاطمة الربيعي، مرورا بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين، وصولا إلى عروض فنية متعددة. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.